صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج كيف الحال اللي غادي نخصوها اليوم باش نتكلموا على واحد الفئه من الناس اللي تحملت على عاتقها مهمه تربيه وليداتنا ومهمه تربيه اجيال الغد. طبعا غادي نتكلموا على المدرسين معلمين واساتذه، وموضوع طبعا يناقش مع الدكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير دكتور. صباح النور عزيزه. نهتموا اليوم بهاد الناس هادو اللي كل ما هما ما كناش نتعلموا لا نقراو نعرفوا لا نقراو ولا نكتبوا. هاد الناس اللي يعني هاد المهمة الجسيمة اللي تحملوها وهي تربية وليداتنا، يعلموهم يقراو يعلموهم يكتبوا يعلموهم الحياة. المعلم يعني بكل تحية وبكل إجلال عنده كذلك دور في المجتمع. شنو هو دوره سي عبد الهادي؟ هو الناس كاملين كيعرفوا الدور ديال المعلم، كيعرفوا في الدور المعرفي، يعني ان اعطاء المعرفه، وهذا بصراحه هو واحد الدور اللي هو كبير. كذلك حنا كنعرفوه غير كيعلم وليداتنا اللي باقي ما كيعرفش يكتب كيتعلم، ولكن ما عمرنا ما فهمنا بالضبط بان راه باش يقوم بهذاك العمل فراه كيستعمل عده تقنيات، وكيستعمل واحد المعرفه اللي هي كبيره بزاف، وكيستعمل واحد الابحاث اللي هي كيخصو يديرها يوميا باش كيوصل لوليداتنا، باش كيوصل لهم هذيك المفاهيم. فالدور عمل سهل، فالدور المعرفي بوحده ليس بعمل سهل. وبالتالي فإلا فهمنا بان عنده ادوار اخرى، غادي نعرفوا بان فعلا راه واحد المهنه ديال المتاعب الكبرى، وكيستحق عليها هذه الفئه من الناس كل تحيه وكل تحيه وتقدير. نعم وحنا يلاه هذه ايام، يعني كان عندنا اليوم الوطني للمعلم والاستاذ. فمن هذا المنبر هذه كنوجهوا لهم واحد التحيه كبيره، واحد التقدير. سي عبد الهادي، الا بغيتي تكلمني بسرعه على مساله هذه الادوار هذه اللي عند الاستاذ، ولكن نبغي غير نشير واحد النقطه هي تهيئ ربما تكون من قبل، ماشي غير يعني اي واحد ممكن يكون معلم، ماشي اي واحد يكون مدرس، ماشي اي واحد تكون عنده القدره على تلقين اولاد الغير القراءه او الكتابه. هي كاين مجموعه ديال المهن، فعلا كاين مجموعه ديال المهن اللي ممكن ان الانسان فقط لانه بغى انه يمارسهم كيمشي كيمارسهم، لانه بغى يجني واحد القدر من المال خدمه وصافي. المهنه ديال التعليم هي مهنه خاصه جدا. فالمعلم والاستاذ اللي ما كيحبش هذه المهنه، اللي ما كيحبش وليدات الناس، اللي ما هذيك الشغف ديال انه يمرر واحد الخطاب ويمرر واحد المعلومات ويلقن الناس ويشوف العمل ديالو بانه قدام عينيه، يعني كيتم الانجاز ديالو، فاللي ما عندوش هذا الحب هذا اكيد على انه غادي يلقى عده صعوبات في المزاوله ديال العمل. خليني نتكلم لك على الادوار الاخرى ديال المعلم. فالمعلم بالاضافه الى التكوين المعرفي فهو كذلك عنده دور اللي هو سلوكي. فالاستاذ والمعلم هو يحرص على تعليم ذلك الطفل وذلك التلميذ وذلك الطالب، حتى الطريقه ديال السلوك ديالو، الطريقه ديال التعامل ديالو داخل الحياه، يعني جانب من الحياه. اولا القدوه، لانه كنعرفوا بان وليداتنا ملي كيخرجوا من الدار كيخرجوا حنا كنكونوا حنا القدوه ديالهم كاب وام، ولكن ملي كيخرج من الدار على 3 سنين او 4 سنوات وكيمشي لواحد الروض وكيمشي لواحد المدرسه، فالقدوه ديالو كتولي هي هذيك لا ميتريس، هو هذاك المعلم، هو هذاك الاستاذ. فعلا يعني هذه المساله كنلاحظوها مع وليداتنا، ربما الامهات ما غيخلفونيش الراي، الحاجه اللي قالتها الاستاذه ولا المعلمه، خصوصا ملي كيكونوا الوليدات باقيين صغار بزاف. ما تحيدهاش له من راسه، لا ميتريس قالت لي هكذا ولا الاستاذه قالت لي بحال هكذا. يعني واخا وهنا كيخص المعلم والاستاذ والمربي بصفه عامه كيخصو يوعى بواحد المساله، لانه يقدر الى ما عمرش بلاصتو كما كنقولوا، الى هذاك الاستاذ بغى يمشي اودولا دو رول ديال لونسينيون، يعني انه بغى يمشي ابعد من دوره كاستاذ، ممكن انه يمشي باش يعوض الدور ديال الاب وديال الام، وهذو من الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بعض المعلمين وبعض المربيين، خاصه في الروض وفي الحضانه، فكيمشيو كيبغيو يعوضوا الاب والام، وهذه المساله هذه ما خصهمش. يعني ممكن انهم يتعاملوا مع الاطفال ويتعاملوا مع التلاميذ بواحد الحب، بواحد الحنان، بواحد الرعايه، ولكن ماشي لدرجه انهم يعوضوا الاب والام، كما ان الوالدين ما يمكنش لهم يعوضوا المعلم داخل البيت. الاب والام كيبقى اب وام داخل البيت، كما ما كنتحولوش كاساتذه وكمعلمين لوليداتنا. المساله الثانيه اللي تكلمت عليها هي بالنسبه للسلوك. فالسلوك الاستاذ كيعلم التلميذ، كيعلمو هذيك لا كومونيكاسيون
نون فيولونت، كيعلموا التواصل الغير عنيف، كيفاش انه يتواصل مع الاخر بلا ما يهبط من القيمه ديالو، بلا ما يخل الاحترام ديالو، يوظف الكلمات المناسبه، لان الكلمات هي اللي كتزرع واحد شيء ايجابي ولا واحد شيء سلبي. فالاستاذ كيعلم التلميذ كيفاش ينتقي هذوك الكلمات الجيده اللي غتخليه يدير تواصل فعال. سي عبد الهادي، على ذكر الكلمات المناسبه في المكان المناسب، يعني طبعا هذا الدور ديال المعلم، كذلك التصرف المناسب ايضا في المكان المناسب اللي هو القسم اللي هو مجال والفضاء ديال العمليه التلقينيه والعمليه التعليميه. كيوقع في بعض الاحيان انه كتكون بعض يعني هكذا خروقات او تجاوزات، بعض الناس كيتشكاو، هي حالات شاده طبعا ما كنسمعوهاش دائما مره في شحال، تنحاولوا يعني ما ناخذوهاش بعين الاعتبار ما كناش سمعنا الطرفين، ولكن غادي ناخذوها غير على سبيل المثال فقط. راي ديال او سؤال ديال يسرى اللي كتصل بنا مدينه طنجه دائما في هذا الاطار هذا. يسرى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك يسرى. الحمد لله، مرحبا بك معنا. تفضلي بالسؤال ديالك سي عبد الهادي القاسمي. اولا كنشكركم على هذا البرنامج، كنشكر حتى الدكتور. مرحبا بك. مرحبا، تفضلي. انا بغيت نتكلم على واحد الحاله، يعني كيف قلتي هي حاله نادره بصح، حيت للاسف كاملين كيكونوا كيتعاملوا بواحد الطريقه مزيانه، وانما الاستاذه هذه اللي ما عرفناش كيفاش نفسروا التعامل ديالها. نعم، غير باش ما نطولش البرنامج. يعني هي حتى في المسمو ديال الكوغ ديالها ما كتقاريناش مزيان، كتمنى غير بوليكوب، كنقراو في بوليكوب حنايا، هي حتى الا بغات تقرا شي ديفينيشن ولا شي حاجه كتقول لنا مثلا غير كملوا في الدار ديالكم هكذا، يعني بهذه الطريقه هذه، وما كنقدروش حتى نثقفيوها، يعني نسولوا الاستاذات شي حاجه ما فهمناهاش، شي كتبقى تعاير فينا يمكن الخير، وكيقراو معنا اللي غدب هما اللي كيجاوبوها، ولا ما جاوبناش فيها كتبقى تقول لنا كلوا مع سيادكم، شوفوا سيادكم على حسب الاسلوب هذا. يسرى سمعي اش بغا يسولك سي عبد الهادي. واش جميع التلاميذ اللي معاكم كلهم متذمرين من هذه الاستاذه، ولا كاين فيهم اللي كتعجبوا الطريقه ديال الاستاذه؟ لا، مؤسسه كامله، ماشي غير ماشي غير الجروب ديالي، ماشي غير القسم ديالي، مؤسسه كامله كتهضر بالطريقه على الاستاذه هذه. نعم، ويعني انتم كتاثروا حتى في المردوديه الدراسيه ديالكم من التعامل ديال هذه الاستاذه، ولا شنو؟ يعني ملي كتدخلي انت الحصه ديالها الا رديتي عليها ولا جاوبتيها غادي تخرجي لها المستقبل ديالك، باسكو يعني ما عطيتكش لانوت ديالك هذه، الا هضرتي معاها ولا قلتي لها شي حاجه لانوت ديالك ما تحلمش بها، وخا تكون كطير وعادي الا هضرنا معاها ولا شي حاجه كتكون انا نجيب لكم من الوزاره، انا يدي طويله، انا يعني ما تقدرش تقول حتى المدير ولا الحارس العام، يعني ما درتي حتى شي حاجه، يعني تكلمتوا معاها، تكلمتوا مع المسؤولين اللي عندكم في المؤسسه ديالكم، ولا ما درتوا والو؟ كانت بزاف ديال المحاولات، ولكن انا كنقول لك شنو يعني النتائج ديالها، هي هذه انها كتهبر معك الضد العام كامل، وما تعطيكش لانوت ديالك، وكل حصه تدخل عندها تبقى تعاير فيك. هذه تنشكرك بزاف يسرى على يعني على هذا السؤال هذا، يعني حنا فوالا حطت ايدها على واحد النقطه اللي هي مهمه جدا، هي تعامل المعلم والاستاذ. وحنا تكلمنا عليها في الاول، قلنا بان الاستاذ والمعلم اللي ما كيحبش هذه المهنه وما كيحبش وليدات ما كاينش يديرها، ما كاينش يمشي، لكن اعطى الله المهن الاخرى اللي ربما انه يبغى يمارس، اللي يبغى يمارس السلطه ديالو، اللي يبغى يمارس الغطرسه ديالو، ممكن انه يمشي يديرها. الظروف البيئيه ديال المعلم وديال المدرس كتاثر على العطاء ديالو في المدرسه؟ لا، شوف انا نقول لك كاين مجموعه ديال الفئات ديال الاساتذه اللي رغم الاكراهات ورغم ان ربما ظروف ديال العيش ديالهم ما كتناسبش انهم يقوموا بعمل اللي هو كبير بزاف، رغم ذلك فهم كيبذلوا من المجهود ما يكفي من اجل انجاح هذوك التلاميذ. ولكن هنايا راه كنوقفوا على حاله شاذه اللي ربما خصها تكون حاله اللي خصها تمشي للمحاكم، خصها تمشي عند ناس. شنو مثلا بالنسبه لليسرى والزملاء ديالها شنو يديروا مثلا؟ قالت لك هي السيده يدها طويله، تتقول لهم تمشي حتى توصل للوزاره. شوف يعني هذا سان ابي دو بوفوار اكزاكتومون. حنا الحمد لله حنا في دوله القانون. نعم. ما كاينش يد طويله، القانون هو فوق كل شيء. يسري على الجميع. ممكن ان هاد التلاميذ هادو لو عندهم غير بعض الادله اللي هي كتبين بان هاد الاستاذه هادي راها كتمارس واحد الغطرسه وانها ما كتقومش بالعمل ديالها كما ينبغي، فكل سلك ديال التعليم الا وراه عنده مفتشين ديالو. نعم. عنده الناس اللي هما مكلفين به داخل الوزاره اللي ممكن يتتبعوا هاد الاشياء كلها. نعم. الا سمحتي لي. نعم. من بين الامور الاخرى اللي ممكن ان رجل التعليم يعني يقوم بها داخل الفصل فهي التتبع النفسي للطفل. خلينا نشوفوا مكالمه ديال رجل التعليم سي عبد الهادي، ونكملوا يعني نشوفوا رايه هو وتعقب عليه الا كان ممكن، ناخذوا باش ما نسمعوش غير التلميذ
ياك نسمعوا يعني في حاله شاده. نعم هذه حاله شاده وما كنسمعوهاش دائما يعني من حسن الحظ ربما وسوء الحظ بالنسبه لهم، ولكن احنا كنحاولوا نعالجوا هذه المسائل هذه في البرنامج. غادي ناخذ دابا سي احمد اللي كيتصل بنا مدينه الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي احمد مرحبا بك. كنشكركم على هذا البرنامج اللي تيغني الحق التعليمي. مرحبا سيدي. وكنشكر الدكتور عبد الهادي القاسمي اللي فريمون زعما تيغني الحق التعليمي بالافكار ديالو. الرجل المناسب في المكان المناسب ياك في البرنامج المناسب. شكرا لك السي احمد. تفضل، عندك تعقيب عندك تدخل؟ التعقيب هو ان تنشوف ان هذا الجيل الجديد من الطلاب يصعب تحفيزه التعلم وكسب المعرفه بالطرق التقليديه. غير نقطه فقط بين قوسين، هي مساله طبيعيه اننا ما نبقاوش على الوسائل التقليديه للتعليم لان العالم هي تطور كيخصنا نسيروه او لا. بغيت نسول سي احمد داخل العمل ديالو. نعم. يعني واش تعرض هكذا لشي حاله اللي ربما استعصى معها التحفيز باستعمال الطرق التقليديه؟ وشنو الطريقه اللي استعمل داخل القسم؟ يعني شنو الاجتهاد؟ سمعتي السؤال سي احمد. شنو الاجتهاد اللي قام به باش ان يعني في بدايه الموسم الدراسي يعني كاستاذ اللغه الانجليزيه تلقى مجموعه ديال الطلبه في المدارس العليا في الدار البيضاء اللي تيرفضوا تعلم اللغه الانجليزيه نظرا لواحد الضعف ديالهم وديك الماده وتيحاولوا كاين بعض الطلبه اللي تيبكيو تيبكيو في الديبي دلاني. الوغ شنو تتحاول يعني تتحاول تحفز ذاك الطالب اولا وتحاول تخليه يحب الماده. الوغ ملي تكون عنده ذاك لا كونفيونس اون سوا اوتوماتيكمون تتربح ذاك الطالب وتتحاول تجيه لقدام. يعني تنظن بان اي استاذ خصو يحاول يحبب الماده ديالو سواء اللغه الانجليزيه او ايا كانت الماده. يعني من تيولي الطالب تيحب الماده تيبقى هو تيفيق الصباح وتيجي. يعني انا كنحاول تتبكي يعني من بعد واحد ثلاثه ديال الاسابيع او اربعه اسابيع تجي تقول لي تنتمنى فوقاش تكون عندي اللغه الحصه ديال اللغه الانجليزيه باش نجي نقرا. سي احمد انت قلتي كل شيء اللي كنا بغينا، يعني الرساله اللي كنا بغيناها تمر من خلال هذه الحلقه هذه قلتيها يعني في هذه الكلمات ديالك الطيبه. اش غنقول لك؟ الله يكثر من متاهلك يعني وتبارك الله عليك. كنشكر بزاف سي احمد اللي استطاع انه يعطينا ماشي غير شهاده. نعم. اعطانا كذلك النوبل ديال هذه المهنه هذه. وكمل اللي ما كملتيش سي عبد الهادي لان الوقت لان كنت غادي نتكلم حتى على الدور ديال الاستاذ في التحفيز والتحبيب لان داخل الاستاذ الذي يعتبر بان الخطا. نعم. هو ما خصوش يكون فكيخصو يمشي يعرف بان الخطا. نعم. راه هو فرصه للتعلم وكيخصنا نحببوا للتلميذ الخطا. نعم. باش دائما يبقى مستعد انه يتعلم. وختامه مسك بهذه الكلمه هذه سي عبد الهادي القاسمي، تحيه مره اخرى، تحيه اجلال وتقدير لكل رجال ونساء التعليم. موضوع غادي نرجعوا له اكيد مرات عديده ان شاء الله. غدا ان شاء الله مشاهدينا غادي نتلاقاو مع دكتوره امل الشبش في برنامج دائما كيف الحال. الى اللقاء.